مؤسسة بيير صادق بتقدم جائزة ريشة بيير. منرحب بمقدم الحفل الإعلامي إياس بيك وهبي. مساء الخير. مساء الخير معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، ست منى الهراوي، أصحاب المعالي الوزراء، عائلة بيير صادق، الحضور الكريم، أهلا بكم. ريشة ورقة وقلم انتقدوا قلبوا وغيروا وصاروا وسيلة بتحكي بلا ما تقول وبتخبر بلا صوت. ريشة ورقة وقلم صاروا فن، هو الفن اللي بيطرح قضايا بلد، هموم شعب ومشكلة أمم. فن قادر ينتقد ويحاسب ويحارب باحترام وانتفاضة بالوقت نفسه. الجرأة، الحرية والعفوية هن سلاح الفن، أما هدفه فهو نقل صورة الواقع مثل ما بيتصورها أو مثل ما بيحبوا العالم يتصوروها. هو الكاريكاتير يلي تلمز على إيد فنان، فصار الكاريكاتير يعني هوية. الفن الصامت والراقي برقي سيده سيد الكاريكاتير، فن انحكى نطق كاريكاتير صادق. الكاريكاتير بنسمح له أكثر يكون لازع من النص، لأنه بالنهاية بقول لك هذا نقد، بما أنه نقد مفروض يكون أقصى شوي من المكتوب حتى يخليك تعمل ردة فعل، يا تبتسم يا تزعل يا تغضب. الكاريكاتير وحرية الصحافة بيمشوا سوا، حتى شوي أكثر من الصحافة المكتوبة، يعني من المقال المكتوب. وطبعاً مش حرية الإعلام اللي عم بيحكوا عنها هلأ، أكيد اللي عم بيدافعوا عن حرية الإعلام وهذا حقهم ومعهم حق باللي عم بيدافعوا عنه، أكثر من اللي عم بيدعوا حرصهم على حرية الإعلام بينما هن عم بيجربوا يضربوه. أنا ما بعتبر إنه الكاريكاتير فن بس، الكاريكاتير هي مقال بحد ذاته، هي موقف كمان، إنه بتختصر كل هالأمور بذات الوقت في رسمة اللي هي بدها فن، لأنه مش مين ما كان بيقدر يرسم أشياء حلوة. تاني شيء في الرسالة اللي أنت عم توصل، الموقف اللي أنت عم توصله من خلال هالفن، حرية بلا مسؤولية بتصير فوضى، والمسؤولية بلا حرية بتصير ديكتاتورية. حرية الإعلام هي نسبية، شطارة الصحافي واللي عنده رأي مثل رسام الكاريكاتير كذا كيف يمشي بين النقاط بشكل انه لا يستشهد ولا يفوت على الحبس. اقوى وسيله للتعبير واوضح وسيله للتعبير هي الكوميديا، والكاريكاتير هي اختزال الكوميدي. بيير صادق السهل الممتنع، البساطه في التعبير والرساله اللي كانت توصل، كان من احرص الفنانين بفنه اللاذع وبنفس الوقت فنه الراقي، ما كان يستعمل بإحساسه التجريح إذا بدي ينتقد شيء، كان يستعمل التشريح، ما خلق أعداء إذا بدي أقول، وهيك الإعلام لازم يتعاطى مع هذا الموضوع، فهذا أجمل ما كان يوصله بيير صادق بكاريكاتيره للناس. بداية برحب بلجنة الحكم وأعضائها لمسابقة ريشة بيير صادق، الدكتور طارق متري رئيس لجنة إدارة متحف أولى سرسق وزير الثقافة السابق، أرمان حمصي كاريكاتير بجريدة النهار، سكارلت حداد صحفية ومحللة سياسية، عمر صادق نائب رئيس مؤسسة بيير صادق، دكتور نزار ظاهر فنان تشكيلي، الأستاذ علي جابر، دكتور عميد كلية محمد بن راشد الإعلام ومدير عام أقنية التلفزيون الام بي سي، والأستاذ إلي خوري المتخصص بالاتصالات الاستراتيجية والمحتوى والإعلام. ترحيب بأعضاء لجنة الحكم، وبداية خلينا نشوف كمان تقرير كيف بتتم آلية اختيار الرابح بهالمسابقة. Thank you.
وقت تركنا بيير ترك 30,000 كاريكاتير، وهيدا إرث كتير ضخم، حوالي 53-54 سنة كاريكاتير يومي. بيير أرخ كل تاريخ لبنان الحديث. نحن همنا كان نوصل هالإرث والشغل للجيل الجديد، والطريقة الوحيدة كانت أنه نعمل جائزة سميناها جائزة ريشة بيير. برسيلا باسيل طالبة بالأوزاك، ربحت جائزة ريشة بيير السنة الأولى. من بعد ما ربحت الجائزة تعمقت بالكاريكاتير أكتر وصرت طالع أكتر. من خلال هيدي الجائزة سافرت على فرنسا وشاركت بالتروفي بريس سيترون، وتعرفت على تلاميذ هونيك وتعلمت الأنيميشن وكاريكاتير، فانبسطت كتير وكان اكسبيرينس حلو. السنة وصلنا شي 255 رسمة، ونقينا من هالرسومات يلي بضلوا مرشحين للجائزة النهائية. مواضيع يلي لازم يتناولوها كل شي صار بلبنان، فيهم يحكوا عن أشياء سياسية، فيهم يحكوا عن أشياء ثقافية اجتماعية، البلد مليان أشياء فيهم يحكوا فيها. والسنة عم نعطي من مؤسسة بيير صادق جائزتين، جائزة للطلاب وجائزة للمستقلين. جوائز اللي احنا عم نعطيها في جائزة مادية أكيدا. مؤسسة بيير صادق رح تبعت الرابح بفئة الطلاب والرابح بالفئة المستقلة على باريس ليشتركوا بمعرض بريسيترو. كل طلاب الجامعات والمستقلين بفرنسا بيعرضوا رسوماتهم الكاريكاتورية بآخر شهر أدار. الربحين رح يروحوا شخصياً مع رسوماتهم يعرضوا رسمتهم، يشتركوا بوركشوب بيصير بجامعة إستيان بباريس، ويتعرفوا على الطلاب والمستقلين، وهذا الشيء بيفتح لهم قنوات جديدة ليقدروا يكملوا بحياتهم المهنية. بدي أتمنى على الفنان الأستاذ نزار ظاهر والإعلامية الزميلة سكارليت حداد يتفضلوا على المسرح للإعلان عن الرابح الثالث بمسابقة ريشة بيير صادق. الجائزة الثالثة للطلاب الرابح الثالث لجائزة ريشة بيير صادق لسنة 2018 جامعة بيروت العربية الدبية الهادي طه. نشكر الأستاذ نزار ظاهر والزميل سكارليت حداد، ومنشير إلى أنه الكاريكاتوريست الفرنسي الشهير بلانتو يلي هو مفترض أحد أعضاء لجنة التحكيم اعتذر عن عدم الحضور وقاله شهادة عن موضوع الكاريكاتور من تبعها سوا قبل ما نروح على وقفة إعلانية. apprendre de vous, de mes amis libanais, et j'apprends énormément à chaque fois. Et j'essaye, avec, j'ai créé une association qui rassemble des dessinateurs de tous les pays et de toutes les religions. Il n'y a pas de... Tout le monde est accueilli. Et on essaye ensemble de travailler pour, grâce à vous, les dessinatrices et les dessinateurs libanais, grâce à vous, on va essayer de faire des ponts entre les cultures, là où d'autres essayent de faire des fractures. On va gagner, on va réussir, ça va marcher. Merci à tous et bonne soirée. جديد برحب بكل المشاهدين اللي عم يتابعونا عبر شاشة الـ LBCI، ومنرحب بمعالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي اللي شرفنا هلأ بحضوره. نحن بعدنا شكرا.
بعدنا معكم مباشرة من متحف سرسو عم نتابع نقل وقائع حفل توزيع جائزة ريشة بيير صادق بسنة الثانية. بدي أطلب هلأ من عمر صادق من الفنان أرمان حمصة الكاريكاتوريست يتفضلوا على المسرح من أجل تسليم الجائزة للرابح الثاني. اشتقت أوقف حد كاريكاتوريست. فإذن الجائزة الثانية للطلاب من الجامعة اللبنانية فرع الثاني بولين جيم. لازم نلاحق حالنا لأنه حسب رسمة بولين ما بقى عنا كتير وقت نبقى بالبلد. بحب شيري لأنه بولين نجي من الجامعة اللبنانية هي خارج لبنان عم تستلم عنا الجائزة لارا حداد. مزايا ومواصفات عديدة حتى يكون الواحد كاريكاتوريست. خلينا نشوف شو هي أبرزها. لجنة التحكيم اجتمعت ب 28 شباط من يومين وقررت مين الأول الثاني والثالث إن كان بالفئة الطلاب أو بالفئة المستقلين. اختارت اللجنة الربحين على أساس رسالة، تنفيذ والحس الكاريكاتوري. بالدرجة الأولى تعبير معقد أو غير معقد وبيوصل كما يجب أن يصل إلى الجمهور، سهل التناول يعني أن تصل الرسالة المسج. تاني شيء هي تقنية الرسم، يعني قد ايه الواحد عم يقدر يرسم بشكل مميز عن غيره، نقدر نحس بفرق، نقول انه هي الرسمه اجمل من هي الرسمه او فيها عمق اكثر او فيها ضربات فنيه اكثر. الحس الكاريكاتوري فيك تعرف وفيك تشوف وتحس اذا هالمشترك عنده حس شوي اعمق من غيره بالنسبه لكيف عم بيفكر وعم بيعالج الموضوع، يلي هي بتجمع بين التقنيه والمعرفه تيطلع عندك النتيجه النهائيه اللي على اساسها فيك تقيم عمل المشترك. الكاريكاتير بيولد ابتسامة، إذا ما ابتسمت لما شفت الكاريكاتير فربما اللي رسمها ما عنده قدرة إنه ينقل فكرة جدية بطريقة طريفة. لأنه الكاريكاتير هو رسالة كان لابد من نشرها حتى تعيش كل الأجيال وحتى تفتح أمام شباب وشابات المستقبل باب جديد للتعبير. بزمن أصبح فيه التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لغة العالم حتى من وراء الشاشات، إلا أنه كتار لقيوا حالهم بالكاريكاتير ولقيوا أنه هيدا المحل بيشبههم أكثر، لهيك اختاروا طريق بيير صادق عبر المشاركة بتحدي ريشة بيير صادق. بطلب هلأ من الأستاذ إلي خوري يتفضل لتقديم الجائزة. هالجائزة هي جائزة المستقلين ورح بشوف الأستاذ إلي خوري يعرفنا مين الفائز بهالجائزة. في جائزة واحدة للمستقلين، جائزة المستقلين بتعود في جائزة واحدة للمستقلين، هالجائزة بتروح ل أنس اللقيس. أنس بحب شير إلى أنه هالجائزة أستاذ إلي هي للفئة يلي هي منا من الطلاب، هي للمستقلين يلي حبوا أنه يختاروا المنافسة بهالمسابقة ويلي ربحها أنس اللقيس. بعد بدي زيد عليها شغلة، أنا كتير حسيت مع الرسمة تبعيتك لأنه بالأواخر السبعينيات
من وراء نظام عسكري اضطريت فل من البلد. وهلأ بندعي معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري لإلقاء كلمته بالمناسبة. تفضل مع الوزير. مساء الخير. إذا بدك تعطيني جايزة ما عندي مانع. السيدات والسادة، معالي الوزراء، الرئيس الأولى، أيها الحفل الكريم، احتل الرسم الكاريكاتيري في المجتمعات عامة وفي لبنان خاصة أهمية وجدية تعكس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف إثارة قضايا مركزية ذات اهتمام مشترك في محاولة لإلقاء الضوء على قضايا وكشف ما وراء الأحداث التي تجري أو تطرق بشكل يومي، وذلك عبر استثمار أدوات المعرفة ومرتكزاتها لكشف ما وراء الأحداث. ريشة بيير صادق هي ريشة الإنسان المتمرد والموهوب، الخلاق والمبدع، الموجه والعامل الاجتماعي، المثقف والثوري، الحر والغير مهادن على الإطلاق. من يريد أن يتماهى مع مسيرة بيير صادق وينتمي إلى مؤسسته عليه أن يتحلى بهذه الصفات وأن يكون مؤمناً بأن عمله رسالة سامية، ويجب أن يعلم أيضاً أنها مهمة المتاعب والاضطهاد والإهانات والاعتداءات، وكثيرين هم الذين امتهنوا هذا العمل وقدموا حياتهم رهناً لهذا الفن والرسالة. ريشة بيير صادق في حياته وبعد وفاته لها دلالات سياسية لرجل حر مؤمن برسالته، صاحب مدرسة ننهل منها جميعا، وخصوصا الفنانون الشباب، ليكون لنا جميعا المثل والمثال، النبع الذي نرتوي منه، والالتزام بمدرسته المقدامة والشجاعة. تحية لبيير صادق، وتحية لكل المشاركين في هذا الحدث الذي يسعى لتكريس منهج فني متكامل على خطى المبدع بيير صادق، وشكرا لكم. شكرا لمعالي وزير الثقافة على هالكلمة الهادفة والقيمة. الشهادة حابين نتشاركها سوا حول أهمية الكاريكاتير ومعنى الحرية الفعلية بهالتقرير. دولة الرئيس، أنت موضوع شبه يومي بكاريكاتير بيير صادق المكتوب والمتلفز. كيف تتلقى هالشي؟ أعجاب؟ بسمة؟ انزعاج؟ حسب الظروف، بس دايماً بتقدير، أحياناً بانزعاج، أحياناً بانشراح، أحياناً يعني باهتمام، بس دائما باحترام وتقدير. صحيح انه ريشته والكاريكاتير كانوا اهم شيء بحياته، بس هي كانت الأغلى إلى جانب عمر ووليد. كان دايماً يناديها وهو على فراش المرض. ومين أصدق من غادة تحكي عن بيير الصادق، الفنان، الإنسان، الأب والصديق. بيير هو اكتشف حاله انه هو كاريكاتوريست، لانه كان يدرس فات بالصياد، بلش يعطي للصياد وللانوار رسومات صغيره، وهيدا الشيء اللي خلى بيير يكتشف انه موهبته كمان هي موهبه فيها تعطي رسوم كاريكاتوريه سياسيه اجتماعيه ثقافيه.
وتبلش يشتغل بعمر صغير. بيير بفترة من الفترات بده هالكاريكاتير اللي عم يرسمه بده يحركه، وهالشي اللي وصله سنة 86 يبلش مع الـ BCI يعمل كاريكاتير تلفزيوني متحرك، وهو كان الأول بالعالم اللي عم يعمل. بيعرف أرشيف بيير واللي عاصر شغل بيير صادق بيعرف قديش هو كان شخص عنده شغف بشغله، قدر يوصل بفنه وموهبته للي وصل عليه. كان على طول كل ما يوصل على مطرح معين بلش يفكر كيف بده يوصل على مطرح أبعد وأعلى. أيوة، الأستاذ بيير صادق أستاذ كبير، والكاريكاتير اللي بيعمله هو عبارة عن مقال سياسي يومي مهم وبيعبر عن رأي الناس. وتكون عم بشتغل بأرشيف بيير وكاريكاتير ومكون مركزة على هذا الشغل، ما بفكر فيه كبيب. وقت يخلص الشغل أقعد لحالي وتذكر شو عملت، بترجع بتجي صورة البي براسي وبقلبي. بقى بيير بالنسبة إلي كاريكاتوريست عظيم وبي عظيم. كان عنده هذا الإحساس والذكاء إنه وقت كبرنا بدل ما يصير بينا صار صديقنا. يلي أنا بتذكره إنه كل شيء يكون في مشكل بشغله أو تهديد تعرض له كنا نعرف فيه أكيدا. يجي أوقات على البيت عشية إذا كل شفنا كاريكاتير بنحسها كتير قوية نعطى الهم إنه الله يستر شو بده يصير، بس هو ما عنده مشكلة أبدا. كان عنده جرأة وشجاعة وهالشغف اللي يخليه اللي بده يرسمه يرسمه، كان قد ما يعطي شغله يعطي عائلته. يعني اللي نحن عم نعمله اذا بدك مختصر مفيد هو مش لانه بس بيير صادق كان فنان عظيم كاريكاتوريست كثير كثير مهم، لا، لانه كمان كان بيير صادق بي ما في له. انا عيوني مثل عيون بي اصلا. غادة صادق أبيلا شفناها عم تحكي بالتقرير، هلأ رح نشوفها عم تحكي مباشرة أمامكن عن بيير صادق وعن الكاريكاتير وعن المسابقة. عطول بيلقطوني بهاللحظة حتى إجي أحكي. مساء الخير من حفلة توزيع جائزة ريشة بيير للسنة الثانية من متحف سرسوق. أهلا بمعالي وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، بالأصدقاء الوزراء، بممثلي الجامعات بلبنان، بالطلاب المشاركين وجميع ضيوفنا. مساء الرسم الإعلامي الذكي والملتزم بلبنان. للسنة الثانية توجهت مؤسسة بيير صادق لكل طلاب الفنون بجامعات لبنان، وكان في إقبال أكثر من السنة الماضية حتى وصل عدد الرسمات الكاريكاتورية المشاركة لل 250 كاريكاتير. أنا جاي أحكي بس عن نقطتين. أول نقطة هو الدعم يلي بحاجة له الطلاب بجامعاتهم، مطلوب تشجيع الفن الإعلامي الكاريكاتوري وإعطائهم فكرة عن تاريخ هذا الفن. مثل ما كان يقول بيير صادق، الكاريكاتير يجمع من كل الفنون سحره، هو في قائمة الفنون حفيدها المتمرد عليها. الكاريكاتير بيشارك الحياة اليومية، هو يلي بيتفاعل مع كل مواطن وكل مشكلة حياتية وسياسية. الكاريكاتير فن بيمثل لسان حال الشعب، فن متجدد متحرك يعيش الحدث، ومثل توما بحط إصبعه على الجرح وأوقات بشد على الجرح أكثر. الطلاب بلبنان بحاجة يكونوا أفراد فاعلين بهذا المجتمع، بيعطوا رأيهم وبيتفاعلوا كاريكاتورياً، ليش لا؟ النقطة الثانية بحب ضوي كمان من خلالها هي مسألة حرية التعبير. مؤسسة بيير صادق يلي بتحمل اسم بيير صادق الرائد بحرية التعبير، كان ينتقد الكل بطريقة حضارية ذكية دون إهانة ولا تجريح. وبالرغم من هالشي ومن الرقابة الذاتية اللي كان يعملها هو على حاله،
نيل بيير حصة كبيرة من الرقابة اللبنانية، وفيكم تشوفوا صور كاريكاتورية منعت من النشر موجودة هلأ هون بمتحف سرسق ضمن معرض بيير صادق يحاكي التاريخ. وكمان طلع له حصة كبيرة من عدد لا بأس به من السياسيين وزعماء وعهود إلى آخره. تعرض لمحاولة اختطاف وأحكام بالحبس وتهديدات. كل هالممارسات ما ردعت بيير صادق عن ممارسته حقه بالتعبير عن رأيه. يلي لاحظني السنة إنه كان في خوف عن بعض الطلاب بالمشاركة أو إبداء رأيهم. كان في نوع من الترهيب لا مباشر والضغوط عليهم بعدم المشاركة. كانوا في منهم يقدموا رسمات يرجعوا يسحبوها، يرجعوا يقدموا رسمات غيرها. بتأسف إنه شوف إنه هالطالب يلي بعده مبتدئ بحياته الجامعية والمهنية عم يتعرض لضغوطات بتمنعه يعبر عن رأيه. حرية التعبير هي أساس بحياتنا الديمقراطية بلبنان أو ما تبقى منها. مع الحرية بتيجي كتير مسؤوليات كمان. هالبلد الصغير كان رائد بالحريات خصوصاً بمحيطه العربي. خلينا نحافظ عليها ونقلرها تبقى ريشة بيير صادق حرة. أنا باسم مؤسسة بيير صادق أول شي بشكر حضوركم وبشكر دعم شركة تاتش الدائم لنشاطات مؤسسة بيير صادق. بشكر الشراكة بين المؤسسة وجامعة القلبة بلماند. وبشكر كمان متحف سرسق يلي عم يستضيفنا للسنة الثانية. وبشكر شريكنا الإعلام المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC وإير فرانس. ومرسي كتير لوجودكم معنا كل سنة. وهلأ بدعي معالي وزير دكتور متري ودكتور علي جابر يتفضلوا تيسلموا الجائزة الأولى. الرابح الأول محمد نهاد عالم الدين. من الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة. بدي أقول بس إنه إلي خوري هو عمره 16 سنة هرب على لوس أنجلوس لأنه رسم كاريكاتير ما عجب الناس الموجودين بلبنان وقتها. أنا عايش بدبي بس جيت على لبنان لحتى شوف الكاريكاتير تبع بيير صادق. شكرا. يعني واحد فعلا بيعتز بهالمواهب الشابة وبهالجرأة، يعني الحمد لله انه روح بيير صادق ما زالت حية بالشباب. محمد عالم الدين الفائز بالجائزة الأولى، كلمة صغيرة منك، شو بتقول بهالمناسبة؟ أول شيء حابب أشكر الفونداسيون تاعت بيير صادق وجامعة القلبة ومدام ميشيل ستانجوفسكي، وحابب اشكر بي بالذات لانه هلا عرفنا انه شوي مريض وضح. انا بالنسبه لي ضحى بحاله كرمال انا اوصل لهون. انه ما بحس بدي احكي عنه انه واضحه. طيب بس انه الاعتداء على الاملاك العامه وخاصه على الاملاك البحريه صار زيادة، يعني وين ما نروح، يعني مثلا على رمة البيضة صار في أوتيل على الشط دغري وهذا ما بتصير عادة بالدول برا، فإنه عيب. و...
هلا بحب اطلب من جميع الرابحين يتفضلوا على المسرح، وكذلك الامر من اعضاء لجنه التحكيم ومعالي الوزير. معالي الوزير تفضلوا كمان، معالي الوزير اذا بتريد كمان تفضلوا مشان صوره تذكاريه للمناسبه.